أخيرا بديت المذبح الأعظم في أنمي قاتل الشياطين. نعم يا جماعة، بعد حلقتين كندا حلقتي بناء، فالحرب ضد الشياطين ستبدأ بداية من الحلقة القادمة. فقد شاهدنا اجتماع للأقمار العليا، أين قد ظهر هناك الكثير من الشخصيات البارزة، ومن بينها جيبتسو جيموزان الذي كان مرعبا، القمر العلوي الأول كوكوشيبو أكازوتوما، ولكن القمران اللذان سيظهران هما الرابع والخامس هانتانغو إضافة إلى جيوكو، هم من سيكونان الضيفين في هذا الارك يا جماعة. أين سنجدهما يهاجمان على المكان الذي توجد فيه تانجر حاليا، وهي قرية صانعي السيوف؟ والسبب هو أن هذه القرية تعتبر ثمينة جدا لصائدي الشياطين، وهذا ما ظهر في الحلقة الأولى، أين قد تأكدنا أن ذلك المكان سري للغاية، حتى أن هناك الكثير من الناس سيعرفون ذلك المكان. ومن هذا المنطلق يا جماعة يمكن أن نقول أن القمران العلويان سيذهبان لذلك المكان. هناك نعلم جيدا أنه يوجد اثنان من الهاشرة، هاشرة الضباب توكيتو وهاشرة الحب أيضا موجودة هناك، مع أيضا جينيا إضافة إلى نيزكو تانجيرو، ولكن ذلكان القمران سيتسببان بفوضى عارمة وكارثة كبيرة للغاية. في هذه الحلقة يا جماعة سنتعرف على ملخص الحلقة الثالثة من أنمي قتل الشياطين، وأيضا سأخبركم ببعض قدرات القمران العلويان اللذان سيرعبان الجميع في الحلقة القادمة. ولكن قبل ذلك يا بطل أسطورة، إن لم تشترك بعد فاشترك، فعل جرس التنبيهات، ضع لي لايك لكي استمر بنشر المزيد. أما الآن خلونا نكمل. إذن يا جماعة شاهدنا في الحلقة السابقة ظهور دمياما، تلك الدمية التي كانت دمية تدريب وتمتلك الكثير من الحركات المتعددة، تعتبر سلاح فتاك للغاية. شاهدنا أن تيكيتو قد تقاتل ضد تلك الدمية وقد تمكن من كسر أحد أذرعها الستة، ولكن من جهة أخرى أيضا فقد شاهد أنه قد قال ذلك الفتى أنه لم يستعمل تلك القدرات لأنه لا يعلم كيفية استعمالها. المهم يا جماعة من هذا المنطلق فقد شاهدنا أن تانجيرو قد بدأ التدريب، وهناك قد ظهر سيف داخل تلك الدمية بعد أن تمكن تانجيرو من تدميرها بعد الكثير من المعاناة وبعد تدريب كبير للغاية. إذن هنا يمكن أن نقول أن ذلك السيف هو سيف المحارب الأسطوري يوريتشي، ذلك المحارب الذي ظهر في حلم تانجيرو، أين قد شاهدناه؟ يعني يا جماعة يشاهد ذلك الفتى رفقة جده، أو ذلك الرجل وذلك الساموراي رفقة جده، ومن هذا المطلق يمكن أن نقول أن ذلك السيف يعتبر سيف ذلك الشخص الذي قد صنعت الدمية يعني على حساب وجهه. إذن من هذا المطلق يا جماعة يمكن أن نقول أن تانجيرو قد حصل على سيف جديد، ولكن يمكن أن نقول أن ذلك السيف صادئ للغاية لأنه بقي في ذلك المكان لآلاف وملايين السنين، لهذا لا يمكن استعماله أبدا، يعني سيف صادق لا يمكن استعماله. هنا إذا سيظهر هوتارو الذي هو هينازغاوا الذي يقوم بإصلاح سيوف تانجيرو، والذي سيأخذ ذلك السيف ويقول لتانجيرو دعني إذا أقوم بتعديله، سأستعمل أفضل القدرات. هناك سنجد قتال بين البقية، إلا أنه بعد جدال كبير جدا سيأخذه تارو وسيعطي سيف بديل لتانجيرو. هناك سيحل الليل، سنرى أنه سيب. أما بالنسبة لتوكيتو فسيأتي لتانجيرو وسيقول له أنه سيذهب ليرى الشخص الذي يقوم بترميم سيفه إذا كان يريد تانجيرو أن يأتي معه. وذاك إذا يا جماعة سنرى أنه يعني تانجيرو سيقول هو أيضا يريد أن يتفقد هوتارو، ولكن ستحدث الكارثة، سيدخل شيطان ما إلى ذلك المكان، وهذه ستكون أكثر شيء سيحصل في الحلقة القادمة. إذا بعد ذلك سنشهد بداية قتال أسطوري يجمع توكيتو إضافة أيضا إلى تانجيرو والبقية ضد اثنين من الأقمار العليا. فبالكلام فقط حول القمر العلوي الذي دخل على تانجيرو توكيتو، فهو القمر العلوي الرابع هانتانغو، فهو شخص قوي للغاية. فأولا توكيتو تانجيرو لم يتمكن من استشعار وجوده حتى دخل من ذلك الباب، والشيء الأكبر من ذلك أن عنقه يعتبر صلب للغاية، إن هذا أكبر دليل على تلك القوى المرعبة الخاصة بقمر علوي، وهو القمر العلوي الرابع، وأيضا يمتلك قدرات جد مرعبة، فيمكنه أن يتحول إلى أربع أشكال مختلفة، أربع أشكال تمتلك طباع مختلفة وأحاسيس مختلفة، وذلك الشيء الذي يعتبر شيء جد
جد رهيب وجد مرعب يا جماعة. أين سنشهده يتمكن من تدمير كل شيء؟ القرية على أخيرها ستتدمر وسيسبب الكثير من الأضرار لنيسكو التي سنراها أيضا تتحول إلى هيئة الشيطنة، حتى أن سنرى جينيا أيضا يقدم قسم لديه ويضحي بكل ما لديه جراء هذا القتال. تانجير هو الآخر الذي سيتلقى الكثير من الأضرار، فتلك النسخ الأربعة تعتبر قوية جدا، فاتحاد الثلاثة لن يكون كافيا أبدا. وبعد ذلك يا جماعة سنرى أنهم سيتمكنون من نحر واحد، ولكن دائما ما يتجدد لن يتمكنوا أبدا من التغلب عليهم في تلك الحالة، لأنه كلما تنحر أحد الشخصيات الأربعة فيتجدد من جديد. إذا من هذا المنطلق قد تم الاستنتاج أنه يوجد جسد رئيسي آخر، إن لم يقوموا بالقضاء عليه فلن يتمكنوا أبدا من الانتصار. إذا نقطة ضعف القمر العلوي الرابع هي الجسد الأخير، ولكن يعتبر يعني عنقه صلب للغاية. وأيضا تلك الأشكال الأربعة بعد أن تستنزف قوتها فستتحد لكي تشكل شكلا واحدا، والذي سيكون جبار، حتى أن هاشر الحب لن تتمكن أبدا من الصمود ضده، فهو قوي للغاية. فهاشر الحب ستقوم بإظهار علامتها الملعونة، ستقدم قسم لديها من أجل أن تكون ندا له. إذا تكلمنا حول الرابع بالكلام حول الخامس، فهو يستعمل تلك الإناءات للانتقال، يستعمل فتن دماء شيطان الماء فيمكنه أن يصنع سجونا من الماء، وهذا ما سيحصل، أين سيقوم بإخراج أسماك أولا والتي تقوم بإطلاق إبر من السم والتي سيتلقاها توكيتو والتي ستؤثر كثيرا على توكيتو. أحد القدرات هي أنه يستدعي وحوش من السحر، أو يمكن أن نقول أنها أسماك وكل شيء لديه علاقة بالطبيعة. أيضا قد قام باستدعاء أخطبوط، كما أنه أيضا ينتقل من الإناءات تلك بسرعة إلى بإرادة كبيرة جدا، وهذا الشيء الذي سيسبب الكثير من الأضرار لتوكيتو الذي سيترقى الكثير من الأمور. وعندما يظن أنها نهاية، عندما يكون مسجونا هناك في ذلك الإناء المائي أو في ذلك السجن المائي، فهناك سيفتح عينيه من جديد وتعود إرادته بعد أن يتذكر كلمات تانجيرو التي أثرت عليه كثيرا. وهناك يا جماعة إذن سنشهد أنه سيقوم بتدمير ذلك السجن، إلا أنه هناك سنشهد قتال رهيب بين الاثنان سيتسببان بفوضى عارمة، ولكن في الأخير سنرى أن تيكيتو بعد إظهار تلك العلامة سيتمكن من نحر أحد الأقمار العلوية، والذي هو جيوكو القمر العلوي الخامس. إذن بهذا الأمر يا جماعة قد أخبرتكم بعض التفاصيل حول ما سيحصل في الحلقات القادمة وقدرات الشيطانان اللذان سيظهران. أما الآن إن لم تشترك بعد فاشترك، فعل جرس التنبيهات وانشر مقطع صدقك، وإن شاء الله سنلتقي في قادم المقاطع الأسطورية، وإلى اللقاء.